بسم الله الرحمن الرحيم. الدعم البريطاني للخليفيين أمر لا يختلف عليه اثنان، ولكن ربما نحتاج لأن نتفق على الاعتراض على الدور البريطاني وعلى الاعتراض على الدعم الموفر للنظام الخليفي وعلى شكل هذا الاعتراض. الدعم البريطاني يزداد يوما بعد يوم وبأشكال للأسف أنها أشكال سافرة لا تقتصر فقط على الدعم السياسي وإنما تتعداه للدعم الأمني واللوجستي، وأكبر دليل ربما هي صفقة طائرات التايفون التي وقعت قبل أسبوعين حينما زار الدكتاتور حمد رئيس الوزراء هنا. هناك دعم واضح على مختلف الأصعدة، ويعتبر البريطانيون أو الحكومة البريطانية بالأحرى تعتبر أن القمع الخليفي هو خطوة من خطوات الإصلاح، ولذلك كان تصريح الحكومة حين زار الدكتاتور حمد رئيس الوزراء قالوا أنه نحن نشجع الإصلاحات القائمة، يعني أن الإصلاحات تتمثل في القمع. أشكال القمع تصاعدت بشكل إرهابي وصل إلى أعلى حدوده. ليس هناك احترام للأعراض، ليس هناك رأفة بالأطفال، ليس هناك يعني أي اهتمام إلى حتى الأعراف في البلد، وبالتالي رأينا اعتقال النساء زاد عن حده ومحاكماتهن، بل الاعتداء عليهن في داخل بيوتهن، والاعتداء على ليس فقط التعذيب في داخل السجون وإنما التعذيب والقمع الذي يمارس في الشوارع الآن يمارس في السجون كما حدث في عنبر 10 في الحوض الجاف. إزاء كل هذا التطور، إزاء هذا الإرهاب، إزاء هذا الدعم اللامحدود من قبل الغرب، يفترض بنا أن يكون على المستوى السياسي هناك موقف صارم، وعلى المستوى الشعبي هناك حراك متصاعد. للأسف أن الحراك السياسي في داخل البحرين بدل أن يتخذ موقفا صارم كان يتوهم بعض السياسيين أنهم بالدخول في مهزلة الحوار أنهم سيفرضون أو سيقنعون هذه الدوائر لتفرض ضغوطا على الخليفيين. الذي حصل أنها زادت، أن الضغوط فرضت على المعارضة التي قبلت بالحوار، وأن الدعم زاد إلى الخليفيين. إذن ما هو المطلوب منا؟ مطلوب منا أن لا نواصل في مهزلة الحوار التي تعدت النصف عام وسقط في فترتها الشهداء وتصاعد القمع والإرهاب واعتقل النساء واعتقل النشطاء، فبالتالي هناك مطلوب أن يكون هناك موقف سياسي صارم، لا أن تستمر في هذه المهزلة ونحجم التضحيات ونحجم الثورة. نحن للتو على أبواب ربما صراع وتصاعد في الحراك الشعبي الذي مر في أغسطس وما سبقه. الدخول والمواصلة في مهزلة الحوار يعني تحجيم واستخفاف وإهانة كل هذه التضحيات وإهانة كل هذا الحراك الثوري. هذا الحراك الثوري واجبنا دعمه وواجبنا مساندته وواجبنا تقويته، وأكثر موقف سياسي مؤمل ينتظر مرتقب أن تتخذه الجمعيات، وأنا طبعا لا أعتقد أنها ستتخذه، هو أن تقول لا للمهزلة، ولن نصافح القتلة، ولن نساوم على الأعراض، ولن نتنازل عن السيادة، ولن نقبل بأن نجلس مع أحذية خليفة بن سلمان على حساب التضحيات الشعبية البحرانية.